مساء الخير متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع للاسف وردنا الينا او ورد الينا خبر عاجل منذ قليل عن اصابه الاعلامي عمرو اديب وتواصلنا مع فريق اعداد برنامج الاعلامي الكبير عمرو اديب برنامج الحكايه واكدوا فعلا تعرضوا لحادث مروري واكدوا لنا كمان ان الحادث المروري كان على طريق دهشور وتم نقل الاعلامي الكبير للمستشفى دار الفؤاد بمنطقه السادس من اكتوبر كان مستخدمو السوشيال ميديا تداولوا صور لتعرض الاعلامي عمرو اديب لتهشم الجزء الامامي منها ولم يتضح لنا تفاصيل اكثر ولكن فيما يخص الحالة الصحية للإعلامي عمر أديف هي الحالة مستقرة ومجرد كدمات بسيطة بالضلوع لا تحتاج لأي تدخل جراحي وسيعود قريبا بإذن الله إلى جمهوره بكامل صحته بإذن الله في أقرب وقت في كمان خبر جنة مصدر أمني قال أن رجال المرور انتقلوا إلى موقع الحادث لكشف أسبابه والوقوف على ملابساته وتسيير حركة المرور من هنا من اليوم السابع وتلفزيون اليوم السابع دعوتنا للإعلامي الكبير عمرو أديب بكل الشفاء والصحة والعودة قريبا بإذن الله إلى جمهوره من جديد في أقرب وقت ممكن ألف سلام عليك إلى اللقاء